السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين الخوت؟ لاباس عليكم؟ هاني كلشي مزيان، نتمنى تكونوا كاملين بخير ومرحبا بكم في الفيديو الجديد. الناس اللي متبعين القناة من شحال هذه غادي يكونوا لاحظوا باللي كاع الهواتف ديال ريلمي اللي خرجوا هذا العام درنا لهم مراجعة، وهذا من فضل ربي. وحتى قربت تخرج 2021 وريلمي عاوتاني خرجت لنا هاتف جديد هو اللي غادي نهضروا عليه اليوم ان شاء الله، اللي هو ريلمي سي 25 إكغيك. وهذا وما تنساوش عندنا لي زيت صونفيل هما هادو اللي غادي يقدر يربحهم واحد منكم. والشروط باش تدخل الجيف واي سهله، اول حاجه غادي خصك دير وهي دير لايك، ثاني حاجه غادي تهبط البلايصه ديال لي كومونتير وتكتب اي حاجه بغيتي، ولكن ضروري تحط الانستغرام ديالك. واخر شرط وهو تبني على الانستغرام ديالي حيت الفائز غادي تعلل عليه في انستغرام. في حاله ربحتي ولقيتك ما حطيتش الانستغرام ديالك في كومونتير او ما تبانيش على الانستغرام ديالي، راه غادي نعاود نختار واحد اخر وغتكون ضيعتي على راسك فرصه. المهم الانستغرام ديالي غادي نخلي لكم في الوسط ديال الفيديو وحتى في التعليق الاول. ونصيحه للناس اللي كيعاودوا الكومونتير اكثر من مره، راه غير كتضيع على راسك فرصه، حيت هادوك الكومونتيرات اللي معاودين ملي كنجيو نديروا السحب على شكون هو الشخص اللي غادي يربح كنمسحوهم. فما كاينلاش تعاود الكومونتير اكثر من مره باش ما تضيعش على راسك فرصة. ما تنساش تشارك في القناة وتفعل الجرس باش ديما يوصلك الجديد، ونبداو على بركة الله. وكيف العادة هذه هي أول حاجة كنبداو بها، كنحلوا العلبة وخصنا نشوفوا شنو كيجينا مع هذا الهاتف ضروري. بسم الله حطوا هذه هنايا، شوفوا هنا شنو عندنا. عندنا غير الكشيفات فقط، ما بقاش عندنا حتى شي حاجة هنايا. إلا حلينا هذه غادي نلقاو البرا باش كنجبدوا لي كارت سيم والكارت ميموار، حطوا هادشي هنا وغادي نلقاو الهاتف. هو هذا غنحطو هنا باش نرجعو ليه. من بعد سيدي غادي نلقاو باش تشوفو بعدا نتوما الاولين، غادي نلقاو الراس هو هذا، هذا 18 واط والكابل ديال الشحن. اجي دابا نرجعو للتليفون ونشوفو كيفاش داير. او يا سلام، غنشوف شوف شو الديزاين ديالو كي داير، نتمنى يكون كيبان لكم مزيان. ونبداو في المراجعه ديالنا. بالنسبه للتصميم ديال ريلمي سي 25 انكريك، لعبوا فيه على البساطه وعلى الجماليه في نفس الوقت. الظهر هنايا كيجينا من البلاستيك، وهذه واحد الحاجه اللي عاديه في الفئه السعريه، مع العلم ان البلاستيك ماشي شي حاجه اللي خايبه لان كتحمل لنا الصدمات على الزاج. يعني في حاله لا قدر الله مثلا طاح لك التليفون في الارض، البلاستيك يهز الدق على الزاج. الظهر هنايا غادي تحس بحرش واحد شويه، وهذا الشيء اللي غادي يخليه ما يبانوش فيه البصمات بسهوله. وحتى الجناب ديال الهاتف دايرين اولا مايلين واحد شويه، وغادي يعطيك واحد الشده اللي مريحه في اليد. الكاميرات الخلفيه كيجيو على هذا الشكل ومعهم حتى الفلاش، والبصمه كتجينا في الوسط. والا هبطنا للاسفل غادي نلقاو الاسم ديال الشركه وحدا حتى السبيكر. هاد البلايصه فين حطوا السبيكر كاين اللي غادي تعجبو وكاين اللي لا، ولكن الا كنتي من الناس اللي كيلعبوا بابجي على سبيل المثال كيبان لي هذه هي البلاصه المناسبه ليه، حيت ملي غادي تكون مقصر بحال ما هكا ما غاديش تضرقو بصبعك. العكس ديال الهواتف اللي كيكون فيهم الباف هنايا، ان فوق تشد التليفون بحال ما هكا ما كتبقى تسمع والو. بالنسبه للجنب اللي على اليمين غادي نلقاو الزر باش كنشعلوا التليفون، وغادي نلقاو حتى الازرار ديال الصوت. الا مشينا لليسار غادي نلقاو البلاصه اللي غادي نقدروا نديروا فيها جوج ديال لي كارت سيم مع كارت ميموار في نفس الوقت. اما الا هبطنا للاسفل غادي نلقاو البلاصه ديال السماعات الخارجيه والميكروفون الخاص بالمكالمات والمنفذ ديال الشحن من نوع مايكرو يو اس بي. وبصراحه ما كرهتش كون دارونا تايب سي، كان غادي يكون افضل. الشاشه اللي عندنا هنايا كتجينا بحجم 0.5 انش، الحجم ديالها كبير ومناسب لكاع الاستخدامات، يعني سواء بغيتها للقرايه او للتصفح او حتى الالعاب. كتجينا من نوع اي بي اس ال سي دي بدقه الاتش دي بلس فقط. ما كرهناش كون داروا لنا الفول اتش دي بلس، ولكن هاد الشاشه فهاد الفئه السعريه ومقارنه مع الثمن ديال الهاتف راه مقبوله. بالنسبه للصوت ديالها مقبول، يعني في حال خدمتي بها مثلا في الزنقه تحت الاشعه ديال الشمس راه كلشي غيبان لك واضح. واكثر حاجه عجبتني فيها وهو الالوان ديالها زوينين مقارنه مع المنافسين. والحاجه اللي زوينه عاوتاني وهي كتجي راكبه على واحد السكرينه من الشركه. كنقول سكرين كنقصد ديك الميكا ماشي الجاجه. نجيو دابا الاداء. البروسيسور اللي عندنا هنايا باقي جديد وباقي ما معروفش بزاف، وانا شخصيا هذه اول مره كنجربه. وهذا المعالج هو اليونيسوك تي 618، الاداء ديالو لا يقل على الهيليو جي 80، مع العلم انك تفوق على سناب دراجون 662 اللي كاين في نفس الفئه السعريه ديالو. المهم الاداء اللي غادي يعطيك ريلمي سي 25 انكريك في الفئه السعريه ديالو راه اداء اللي مخير. التنقل بين التطبيقات، السوشيال ميديا، الهضره، الميساجات، راه ما غادي تلقى معاه حتى شي مشكل. والحاجه اللي كتزيد تخليك تحس بالتليفون باللي خفيف في الخدمه ديالو هي الواجهه اللي عندنا هنايا. ريلمي هذه المره دارت لنا واحد الواجهه مخففه نوعا ما اللي سميتها ار اديشن مع اندرويد 11. هذه الواجهه عباره على اندرويد خام وزيدين فيها غير الشكل ديال الايقونات ديال ريلمي. وكما قلت لكم هادشي اللي كيخلي الخدمه في التليفون سلسه ومستقره. الدراري اللي مهتمين بالالعاب غير كونوا هانين، ريلمي سي 25 اكريك تقدر تعول عليه حتى في الالعاب. المهم جربت عليه بابجي وخدم لي على الاعدادات، وفي الفئه السعريه راه ما غاديش تلقى شي اداء احسن من هذا. المهم قصرت فيه وانا مرتاح، والاداء ديال الالعاب كان مستقر. فعلا كنتي مهتم بالالعاب ما تخاف ما داش غير زعم عليه. البصمه هنايا عندنا في الدار والاداء ديالها خفيف وما لقيتش معاه حتى شي مشكل. بالنسبه للفيس انلوك هو الاداء ديالو مزيان، ولكن كما كنقول لكم ديما خليكم مع البصمه لان اكثر امانا. اسمحوا لي انا عارف راسي طيب شكون بهاد اللعيبه خليكم مع البصمه، ولكن كنبغي نذكركم وصافي اسمحوا لي والله. الحمد لله المستشعر ديال التقارب او البروكسيميتي سنسر عندنا هنا حقيقي، يعني ما غادي تلقى معاه حتى شي مشكل من ناحيه المكالمات. المستشعر ديال الاضاءه هو كاين، وبالنسبه اللي كيسولوا على الجيروسكوب بالنسبه للدراري اللي كيقصروا بابجي حتى هو عندنا هنايا، والاداء ديالو مخير. وهذه واحد الحاجه اللي زوينه لان مؤخرا لاحظت بلي بزاف ديال الشركات ولاو كيستغناو على هاد المستشعرات، في حين ان ريلمي
ديما كتحطهم في الهواتف ديالها معلمين. البطاريه هنايا 5000 من امبير وكيجينا مع شاحن 18 واط، يعني الا بغيتي تشارجيها من 0 ل 100% غتاخذ لك واحد ساعتين قل شويه، ولا كان الاستخدام ديالك عادي ممكن تكمل معك حتى يومين ما تحتاج تشارجيها. الهاتف هنا كيجي بثلاثه ديال الكاميرات، بالنسبه للكاميرا الرئيسيه كتجينا ب 50 ميجا بيكسل، وبالنسبه للماكرو كتجينا ب 2 ميجا بيكسل، واخر كاميرا حتى هي كتجينا ب 2 ميجا بيكسل، هذه خاصه بالعزل الممتلئ تخدم غير بوحده فيهم هي الرئيسيه. وبالنسبه للسيلفي كتجينا ب 8 ميجا بيكسل. كيف ديما غادي نحط لكم بعض الصور وانتم حكموا على الكاميرات كيفاش دايرين. غير هو بغيت نقول لكم من بين الصور اللي غادي نحط لكم غتلقاو واحد التصويره ديال واحد البريكه، بغيت نقول لكم ديك البريكه راه لقيناها في الجرده، علي صحاب لكم كان كمي ولا شي حاجه بحال هكا، واللي مبلي الله يعفو عليه. قول امين صاحبي ما تعرف استجاب لك الله. بالنسبه للتصوير ديال الفيديو الهاتف حدو 1080 مع 30 انطر في الثانيه. طبيعة الحال اللي غادي يشري الهاتف راه ما غاديش يشري على قبل الفيديو حيت الهاتف في الفئه الاقتصاديه، وحنا كنصور لكم باش تشوفوا الميكروفون كيفاش كيلتقط الصوت وصافي، تعرفوا الصوت ديالو كيفاش داير. هنا حدا الشانطك يعني كاين شويه صداع، ايوا نتوما تشوفوا داكشي كيفاش داير. بالنسبة للنسخ ديال الهاتف عندنا هنايا جوج، النسخة الأولى كتجينا ب 464 كدير 1600 درهم، أما بالنسبة للنسخة الثانية كتجينا ب 428 كدير 1700 درهم. الرأي ديالي في الهاتف باش نكون معكم صريح بالي تليفون اللي مخير ويستحق الشراء، وأي واحد عنده 1600 درهم وباغي ياخذ تليفون جديد ضروري ما يفكر في هذا. أكثر حاجة عجبتني فيه هو الأداء ديالو والواجهة الخفيفة اللي حط لنا ريلمي هنايا، حيت فعلا ملي كتخدم بالتليفون كتحس براسك بلي خديتي واحد القيمة مقابل داك السعر اللي حطيتي. وما نساوش حتى الدراري اللي مهتمين بالألعاب غادي يقصروا فيه وهما مرتاحين. وآخر حاجة جاوا هي الكاميرات اللي هنايا كيطلعوا لنا التصويرات اللي زوينين مقارنه مع الثمن ديال الهاتف. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، ما تنساش تخلي لي واحد اللايك وما تنساش تشارك حتى في الجيف واي. هذا مكان في امان الله.